الآن كينيا تعادلت معاها الماتشين، جزر القمر تعادلت معاها الماتش بتاعها، وفضل لك ماتش بكرة، لكن حتى الآن المكسب كان على توجو فقط لا غير في هذه المجموعة. في البداية يعني في أمور كتير جدا بشوفها في نقد غير طبيعي لكابتن حسام البدري، وانت عبارة المجموعة بيبقى ليك أهداف اللي انت توصل أكيد طول الوقت، نقاد رياضيين الجماهير بتبقى عايزة أداء إيجابي، والأداء الإيجابي بيديك طمأنينة للناس وللنقاد، وخصوصا ان انت منتخب مصر المفروض اللي فيه عناصر متميزة جدا. جهاز فني بيجمع اللعيبة في 3 أو 4 أيام، صعب جدا تاخد أمور فنية منه. دايما يا فاروق المنتخب الوطني ورجعوا للتاريخ، لما بيقعد مثلا معسكر كبير شهر قبل أي بطولة بتلاقي الأداء الفني مختلف. المعسكرات الطويلة بتفرق جدا مع منتخبنا. لكن التجميعة الثلاث أربع أيام المدير الفني هيعمل ايه؟ هيحط عليكم على المنتخبات التانية يا كابتن شادي. بالظبط، مش انا معاك عليكم على المنتخبات التانية، ولكن مش هتقدر تتكلم في امور فنية كتير. هتحفظ طريقة لعب بتاعتك ازاي؟ هيستوعبها لك ان تتخيل الكابتن حسام البدري في لعيبة اول مرة يشوفها في المعسكر، اول مرة يعني مثلا على سبيل المثال محمد صلاح اول مرة يتواجد في وجود الكابتن حسام البدري. فكل مدرب وليه طريقة. أنا مش بدافع في بعض الأمور اللي فيها سلبيات، مش ده الطبيعي الأداء اللي يطمئنك. كلنا متفقين المعلومة عنه. بس أنت صح كابتن حسام بدري، بالنسبة لمحمد صلاح هو جه مرة كان مصاب والمرة الثانية كورونا وما اتمرنش. أنت بتتكلم في شكل أول عشان الناس نوضح المعلومة إزاي يعني. اتفضل. تمام. فالنهاردة المدير الفني لما اللعيبة بتبقى تحت إيديه وقت طويل بيقدر يحفظهم طريقه اللعب اللي هو عايزها. صحيح. وهم كمان بيحفظوا الفكر بتاعه، فبالتالي بتشوف اداء جوه الملعب. ولكن اللي مخوف الناس ولازم الكابتن حسام يفهم كده، احنا عارفين ان دي اهداف في الاول اللي انت توصل لكاس الامم الافريقيه، دي نقطه مهمه. ولكن الناس مش عاجبها الاداء، يخوف، ولازم الكابتن حسام يستوعب دي بس من وجهه نظر. حتى لو انت المعسكر 3 أو 4 أيام لازم يبقى فيه شغل اكتر، تحفيز اكتر، دوافع اكتر، حماس اكتر. بس سؤال شادي، هو الناس ليه بتربط، ودي حاجه غريبه جدا يعني، احنا بقينا نبص لبعض، بتربط اداء المنتخب بما يتقاضاه كابتن حسام البدري من ماده؟ ليه الكلام؟ بص هقول لك على حاجه، طب ما دي حاجه مصارفه، انا لازم اقولها لك. في الاول وفي الاخر انا ما بحبش اتكلم في الامور دي، وما ينفعش ان احنا نتكلم في الامور دي، كل واحد ليه رزق ربنا سبحانه وتعالى كاتبه. الراجل اجتهد، اشتغل من زمان جدا، اخدها من تحت. كابتن حسام البدري لما نيجي يصنف اللي هو ماسك منتخب مصر واحد من افضل المدربين المصريين، لازم ندي الفرصه كامله وندي دعم قوي جدا. على فكره كوبر برضو كان بيتعرض لنقد كبير جدا جدا في كل شيء، يقول لك طريقه الدفاع ومش عارف ايه، لكن هو شايف من وجهه نظره هو اللي متعايش، فهو بيحط التشكيله المناسبه وطريقه اللعب اللي توصله لاهدافه. ما عندناش صبر يعني، مثلا على سبيل المثال كويس اللي انت فتحت الموضوع ده، قصه النني والمشاكل اللي حصلت، لما تيجي بص في حقيقه الامر لما بكلام النني نفسه وكلام الكابتن حسام اللي الكابتن حسام بيحترمه، وفي حاجه اسمها وجهه نظر مدرب. ولكن انا ليه اعتراض بسيط في الجزئيه دي، لما يبقى لاعب عندي بيلعب كابتن الارسنال وبتختار تشكيلتك من المستويات اللي في الدوري المصري، لان انت مش هتقدر تلعب لعيب ما بيلعبش مثلا، او تضم لعيب ما بيلعبش، مش هتقدر تحطه في التشكيله الاساسيه، انت بتختار من العناصر الاساسيه المتميزه اللي في الانديه. تمام؟ تمام. فمحمد النني من وجهة نظر أنا بكل صراحة اللي ما ينفعش يبقى رقم 5. ما ينفعش تحت أي ظرف. لأن الراجل بيلعب باسم مصر وكان ممكن يجي ويختلق مشاكل كبيرة جدا. كابتن حسام مش مقتنع بيه ولا إيه؟ لا مش فكرة كده، هو ممكن يكون ليه وجهة نظر، خصوصا اللي هو كمان صرح اللي قال لك أنا هبتدي بيه المباراة اللي جاية، بس هو كان لسه جاي من السفر. طالما المدير الفني قال كده لازم اصدقه ولازم احتفل. لسه جاي من السفر كده. ما هي دي النقطة اللي كله بيقول، ممكن الملعب ما يستحملش 2، لكن لازم نرسخ مبدا دايما ان المدير الفني هو مدير فني، ما ينفعش هو اللي بيختار، هو اللي متعايش، هو اللي في الاول وفي الاخر مين اللي بيتحاسب، انا ولا انت؟ لو حصل عدم توفيق المدير الفني اللي هيمشي مش احنا.
ولو مش اللعيبه يعني مش اللعيبه فهو متحمل المدير الفني. وانا كنت مركز جدا في تصريحات الكابتن حسام، قال لك حققنا الهدف وممكن انا مش راضي عن طريقه لكن في بعض الامور في المباراه بتحصل متغيرات وانت ممكن عامل حسابك للنني وباول تغييره بيحصل واحد يقع منك فينزل حد عمر جابر مثلا وقال عايز اساعد حد محمد هاني ناحيه اليمين، فلازم احترم وجهه نظر مدير الفني. بس ايضا نحط في الاعتبارات، وكابتن حسام اكيد يعني عنده المعلومات الكافيه ومتعايش مع اللعيبه اكتر مننا، ان محمد النني راجل جاي من بره وبيلعب في نادي كبير جدا ومهم جدا يبقى ليه دور واعتمد عليه، لان الثقافه مختلفه مهما اخترت لعيب من الدوري المصري مش هيبقى متعايش الحياه الاحتراف اللي بجد زي محمد النني. انا بكلمك بمنتهى الامانه. صحيح. لكن عندنا مشكله اللي دايما لعيب النادي الاهلي والزمالك فيه في ظهرهم حمايه وهي الجماهير. محمد النني مش خارج من نادي الاهلي ولا من نادي الزمالك، فمفيش ظهير جماهيري وراه. هي دي الحقيقه. واتذكر بالرغم وجوده في نادي كبير زي الارسنال بالظبط، هتلاقي حتى الـ 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 الاعلام مش مركز مع محمد، ما مش مركز مع كوكا. بس برضه الناس اتكلمت. لا الناس محمد النني مش واخد الصيت الاعلامي في مصر اللي يستحقه. طب هسالك سؤال، كوكا نفس الموضوع. انت تعرف كوكا بيجيب كام هدف في الدوري طبعا. انت محمد صلاح بيلعب في نادي كبير ونجم كبير ومشرفنا، لكن الكل بيتابع محمد صلاح. طيب.